أهلا بكم مشاهدينا في حصاد الليلة من الشرقية والشرقية نيوز، يرافقكم فيها عمر محرف وآية علقم. تحية لك آية. مشاهدينا أهلا بكم، البداية بالعناوين. مركزها إيلام الإيرانية، سلسلة هزات أرضية تضرب بغداد ومحافظات عراقية أخرى، ولا معلومات عن وقوع خسائر بشرية. السيول في العراق تحصد 21 قتيلا و180 مصابا، موجات نزوح من قرى صلاح الدين المنكوبة وشوارع ديالى الرئيسة المقطعة. وين خلي يجون ينقذوننا؟ ما نقدر، جهال ما يقدرون يروحون، ما عنده سيارة. واني واني اشترينا جزامي، رجعنا القرن القديم على الأهوار. أمطار المحافظات تكشف عن عجز الشبكات، أحياء معزولة بالطين وأخرى تتعرض لصواعق، وثالثة بانتظار جهد الحكومة المتأخر. عقدة الداخلية والدفاع تؤخر إعلان موعد جلسة استكمال كابينة عبد المهدي الوزارية. سائرون يكثف اتصالات الساعة الأخيرة، والفتح يفتح الباب أمام خيار الأغلبية. نعلن لسماحة السيد مقتدى الصدر في العمل سويا على إزاحة تلك الوجوه الفاسدة التي لم تجلب لمناطقنا سوى الشر والبؤس وسوء في الخدمات وانعدام في الخدمات. تأييد من عشائر الأنبار لدعوات الصدر في ضرب المتاجرين باسم المكون، هؤلاء غدة سرطانية يجب استئصالها مثلما استأصلنا داعش. أهلا بكم إلى التفاصيل. ضربت سلسلة هزات أرضية بغداد ومعظم المحافظات العراقية مركزها الحدود مع إيران، وأفاد المركز الأمريكي للزلازل بتعرض منطقة إيلام الإيرانية لهزة أرضية بقوة 6 درجات وثلاثة أعشار الدرجة على مقياس ريختر، تبعتها سلسلة هزات ارتدادية امتدت من إقليم كردستان ومحافظة ديالى صوب مدن عراقية أخرى. إلى ذلك قال الرصد الزلزالي في الهيئة العامة للأنواء الجوية إن مركز الهزة الأرضية في إيران على عمق 10 كيلومترات ويبعد 30 كيلومترا عن قضاء خانقين التابع لمحافظة ديالى. وشعر المواطنون في العاصمة بغداد وكربلاء والأنبار وكركوك وأربيل وذيقار والديوانية وبابل وواسط والسليمانية والنجف وميسان وصلاح الدين ومحافظات عراقية أخرى بقوة الهزة الأرضية دون أن ترد أنباء عن حصول أضرار. من جانبه أعلن الدفاع المدني في العراق عن عدم ورود أي أخبار بوجود خسائر بشرية أو انهيار مباني بعد الهزات الأرضية التي ضربت مناطق متفرقة من العراق. هذا وأصدرت مديرية الدفاع المدني العراقي توجيهات عدة بعد سلسلة هزات أرضية ضربت مدنا عراقية. وأجملت المديرية في بيان الإرشادات الواجب اتخاذها للوقاية من مخاطر الهزات الأرضية، وهي إخلاء المنازل والأبنية السكنية فورا، والابتعاد عن النوافذ الزجاجية لمسافة آمنة، وعدم الصعود على أسطح المنازل والمباني، والابتعاد عن الطرامي والمسقفات المختلفة ولوحات الإعلان المعلقة، والابتعاد عن الأعمدة والأسلاك الكهربائية والأشجار الكبيرة في حال حصول انهيارات لا سمح الله، ابتعد قدر المستطاع عنها تجنبا لحصول انهيارات تسلسلية، وإيقاف العجلات والترجل منها وعدم الفزع والخوف، كن هادئا وغير مرتبك وتصرف بشكل صحيح، واتصل على سيطرة الدفاع المدني على الرقم المجاني 115 وعلى الشبكات كافة في حال حصول طارئ. الحصاد مستمر من الشرقية نيوز. السيول في العراق تحصد 21 قتيلا و180 مصابا، موجات نزوح من قرى صلاح الدين المنكوبة وشوارع ديالى الرئيسة مقطعة.
ارتفعت حصيلة ضحايا السيول في العراق إلى 21 قتيلا بعد الإعلان عن وفاة 6 أشخاص في محافظة واسط. وكشفت كميات الأمطار الكبيرة عن سوء الخدمات في معظم المحافظات، فيما يؤكد مسؤولون محليون أن الفساد هو السبب الرئيس في غرق مدنهم. التفاصيل في سياق التقرير التالي. موجة السيول والأمطار الأخيرة التي اجتاحت العراق كشفت عن هشاشة البنى التحتية في المحافظات بعد أن غرقت مناطق بأكملها في صلاح الدين وواسط وديالة والبصرة، وقضى أكثر من 20 شخصا بينهم نساء وأطفال منذ الجمعة جراء الفيضانات التي نتجت عن أكبر موجة أمطار حتى الآن، أو بفعل انهيار أسقف المنازل أو حوادث سير أو صعقا بالكهرباء، وأدت أيضا إلى نزوح مئات العائلات من مناطق مختلفة خصوصا من قرى تابعة لقضاء الشرقاط وفي مخيمات نينوى. وسرعان ما وجه رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بتشكيل خلية أزمة للتدخل الفوري، لا سيما بعد أن ضربت عواصف رعدية عددا من المناطق، ما أدى لاقتلاع الأشجار وإسقاط أعمدة الكهرباء، كما تسببت بانقطاع الكهرباء بشكل كامل لساعات عديدة. أما في الموصل فقد أدى ارتفاع منسوب مياه نهر دجلة إلى غرق الجسرين الرئيسين اللذين يربطان شطري المدينة لفترة وجيزة دون تسجيل خسائر بشرية. وفي محافظات الجنوب فقد كان لقضاء الفاو في البصرة الحصة الأكبر من الأمطار، إذ أغرقت الفيضانات أكثر من 70% من مساحة القضاء، ودخلت المياه إلى أكثر من 150 منزلا، لتبدأ بعد ذلك حملة لتبادل الاتهامات بالفساد بين الدوائر الخدمية. الفشل الخدمي نفسه كان موجودا في المثنى أيضا. رئيس لجنة الصحة في مجلس المحافظة علي حنوش كشف عن حاجة ملحة إلى الاستعانة بجهاز الإنذار المبكر لمعرفة التغيرات المناخية سواء بعد عام أو عامين، وتفادي حدوث كوارث أخرى قد تودي بحياة مئات الأشخاص. الحالة المناخية اللي يواجه العراق والمحافظة المثنى في ظروف الراهنة في الحقيقة تعكس فشل جهاتنا التخطيطية وذات العلاقة بسبل الاستفادة من مواسم الأمطار الغزيرة ولمواجهة التحديات الأخرى، مواسم الجفاف الشديدة. الواحد من الحلول المطروحة من فترة طويلة أن يكون لدينا ما يسمى جهاز إنذار مبكر. 4 أيام من الأمطار المصحوبة بالعواصف الرعدية عاشتها مدن العراق شكلت تهديدا لحياة الآلاف من السكان في ظل بنى تحتية متهالكة في جميع المحافظات. وكشفت عن حجم الفساد في معظم مشاريع مياه الصرف الصحي التي تهاوت أمام زخات الأمطار، لتفتح الباب أمام تساؤلات عن مصير الأموال التي أنفقت على تلك المشاريع. هذا وصوت مجلس محافظة صلاح الدين على إعلان قريتي الحورية والخضرانية في قضاء الشرقاط منطقتين منكوبتين، مطالبا الحكومة المركزية بصرف تعويضات عاجلة لقرابة 1100 عائلة تضررت منازلها بالكامل. وقال رئيس المجلس أحمد الكريم إن المجلس قدم في وقت سابق لهيئة السدود في وزارة الموارد الحلول لتلافي الفيضانات عبر تشييد سد في وادي الجرناف لتخزين المياه والاستفادة منها بدل تحويلها إلى فيضانات جارفة. إعلان هذه القريتين منكوبة. الشيء الثاني، القرار الثاني، هو مطالبة مجلس الوزراء بإنشاء السد على وادي الجرناف وحقيقة للاستفادة من المياه ومنع تكرار الفيضانات في المستقبل، حيث جميع المخططات والكشوفات وجداول الكميات والدراسة موجودة الآن في وزارة الموارد المائية بالهيئة العامة للسدود والخزانات، فقط يحتاج إلى قرار وتخصيص مبلغ معين لإنشاء هذا السد، والسد ليس بكبير، هو على وادي للاحتفاظ والاستفادة من مياه الأمطار ومنعها في المستقبل، لمنع تكرار ذلك. كما قرر المجلس أيضا ومطالبة مجلس الوزراء، إن شاء الله نتمنى أن يكون هنالك قرار مجلس الوزراء بتخصيص مبالغ لتعويض المتضررين، حيث اليوم بحدود 1100 بيت تم غرقها بالكامل وتضررت بالكامل وفقط وجميع ما يملكون من في منازلهم. نحتاج إلى تخصيص مبلغ أسوة بالمحافظات الأخرى لتعويضهم وتعويض عن أضرارهم.
ينضم معنا الآن السيد علي حسين حاتم مدير عام سابق في وزارة الموارد المائية. سيد علي مرحبا بك في الحصاد. يبدو أن هناك يعني مشكلة حقيقية تواجهها عدد من المحافظات نتيجة هذه الفيضانات، وبالتالي هناك مطالبات بإنشاء سدود. من وجهة نظرك، هل هذه السدود ستكون حلا كافيا تقي الناس من هذه الفيضانات الكارثية؟ نعم، اهلا وسهلا. الحقيقه الهضبه الشرقيه اللي تفصل العراق عن ايران هي يعني منطقه واعده بالامطار عبر تاريخها. فالمنطقه المحاذيه الى ديالى شمالا يعني حصلت اتفاقات سابقه بين الطرف العراقي والطرف الايراني، وتم انشاء منظومه سدود ديالى حمرين بربندخان الى اخره. المنطقه مقابله المحافظة واسط حصلت لها دراسات كثيره في وقتها في وقت مده الاعمار بالخمسينات على اساس تجميع السيول الوارده من الهضبه الشرقيه الى منطقه الشويشه وبالتالي تقديمها الى نهر دجله مؤخره سده الدروس. الا انه هذه الاتفاقات ما تمت مع الجانب الايراني حينها، فالحقيقه الدوله انشات مشروع ريبه بردستان لارواء المنطقه المحاذيه، وبقيت هذه الايرادات تدخل مباشره الى نهر دجله بعد ما تتجمع في منطقة الشويته من خلال منفذ أم الجري ومهرب النسامة إلى نهر دجلة. وعند تجميع الإيرادات يتم التنسيق بين مؤسسات الري، بين الكميات اللي تطلق مؤخر سدة الكوت من مشروع النسامة وقناة أم الجري، وتخفيض ما يكافئها من مؤخر سدة الكوت، وبالتالي تكون هناك سيطرة على هذا الوارد اللي يجي من منطقة جلال بدرة وجلالات سرسخ. إلا أنه جنوبا السيول اللي تتأتى وتتجمع عبر نهر الشباب وعبر سداد وعبر جلالات الشماشير مقابل منطقة الشيخ سعد وعلى الغربي وجنوبا، فكلها تدخل إلى نهر دجلة. تحاول مؤسسات وزارة الموارد المائية الاستفادة من عندها في رد اللسان الملحي في منطقة شط العرب وتغذية الأهوار وخاصة. نعم سيد علي، الموسم الجاف اللي مارس. نعم سيد علي، هذه المحاولات لوزارة المياه للاستفادة وعدم هدر المياه التي تنزل، وفي نفس الوقت عدم تحويل هذه المياه إلى فيضانات جارفة وحتى لا تصبح كارثة على أهالي هذه المناطق، لكن ألا تستدعي يعني هناك تغير مناخي يشهده العالم بأسر نتيجة الاحتباس الحراري، وهناك كميات كبيرة من الأمطار ربما أكثر مما يتوقعها أو أكثر من المعتاد في العراق، يعني ألا يتطلب ذلك إعادة دراسة كيفية التعامل، توزيع السدود، قابلية السدود والسعة التي من الممكن أن تستوعب كل هذه الكمية من الأمطار؟ بالتأكيد موضوع السيول المنطقة الشرقية بديالة وواسط جنوبا الآن احنا نحتاج لها دراسة معمقة لعدة أسباب. من عدها مثل ما تفضلتوا حضراتكم التغيير المناخي والزيادة بالواردات. اليوم أنا طلعت على منشور الوزارة الموارد المائية أن الوارد من هذه المنطقة يتعدى 50% أكثر من إجمالي الوارد السنوي، على يعني خلال مرة واحدة خلال هاي الفترة وصل الوارد من هذه المنطقة بقدر مرة ونص ما يكافئ سنة. هذه واحد. اثنين، احنا أساسا عندنا نقص بالواردات المائية. الخطة الاستراتيجية المعتمدة بالعراق احنا ننتظر سنويا واردات بحدود 35 مليار متر مكعب. السنوات الأخيرة ما وصلنا إلى 50% من هذا الاحتياج، بالتالي إحنا عندنا نقص كبير في الواردات المائية ونحتاج إلى عوامل حصاد ونحتاج إلى إنشاء سدود صغيرة ونحتاج إلى مصدات ووسائل كثيرة للمحافظة على المياه. نعم نحتاج، وبالتأكيد يعني مؤسسات وزارة الموارد المائية ستدرس هذا الموضوع بشكل مفصل إضافة إلى الجامعات وغيرها للاستفادة من هذه الواردات الغير مسيطر عليها حقيقة، خاصة جنوب محافظة واسط. نعم السيد علي حسين حاتم مدير عام السابق في وزارة الموارد المائية، شكرا جزيلا لك. وينضم معنا الآن أيضا السيد وليد الشريفي قائم مقام الفاو. سيد وليد مرحبا بك. يعني
حدثنا أكثر عن هذه الفيضانات، هل الفاو في مأمن عن هذه الفيضانات التي تجتاح عدد من المدن؟ سيد وليد هل تسمعني؟ سنعاود الاتصال بالسيد وليد الشريفي قائم مقام الفاو، فابقوا معنا. الحصاد مستمر من الشرقية نيوز. نعود مرة أخرى للترحيب بالسيد وليد الشريفي قائم مقام الفاو. سيد وليد مرحبا بك من جديد، وأحدثك عن الفاو تحديدا، هل هي بمأمن عن باقي المدن التي شهدت عدد كبير من المياه نتيجة تساقط الأمطار والفيضانات؟ سيد وليد إذا كنت تسمعني أحدثك عن الفيضانات التي ضربت عدد من المدن، حدثنا عن يعني حدثنا عن الفاو تحديدا. حدثنا عن الفاو، هل هي بمأمن عن باقي الفيضانات؟ تفضل سيد وليد. إن شاء الله بحول الله يسلم خدمتكم. الله يسلم. سنعاود الاتصال بالسيد وليد الشريفي قائم مقام الفاو. نعود وإياكم إلى سياق هذا الحصاد، حيث لا تزال قرى الحورية في قضاء الشرقاط التي فقدت نحو 1500 عائلة فيها المأوى بحاجة إلى مزيد من الجهود الإغاثية بعد الإعلان عن إجلاء نحو 5000 شخص لمواقع سكنية بديلة. ويخشى مواطنون من تحول ملف التعويضات إلى مشروع آخر للفساد وسرقة الأموال أو أن يتم تناسي الأزمة كما حدث في الموصل. التفاصيل في تقرير عبد السميع الزاوي. بعد 72 ساعة على غرق منطقة الحورية بقضاء الشرقاط، يحاول الأهالي دفع الأوحال عن المنازل التي غمرتها المياه ومخلفات الفيضان، فيما تقوم جهات حكومية بفتح الطرقات وإعادة ما دمرته السيول من جسور وأعمدة للكهرباء. هذا هو الحال في القرية التي غرقت بأكملها وشردت أكثر من 1500 عائلة في ظل إمكانيات وصفها المحافظ بغير كافية لمحافظة محررة، مطالبا بتعويضات مالية للمتضررين. الإمكانيات غير كافية، المحافظة خارجة من احتلال وإمكانياتها وآلياتها بسيطة، لكن هسه الوزارات احنا وصلتنا وزارة التجارة، وزارة الصناعة، وزارة الهجرة، وبقية الوزارات مستنفرة أيضا، راح تجي وزارة الصحة. أهم مطلب من الحكومة هو أن توفر دفعات مالية حتى الناس تقدر ترجع لبيوتها وترجع البنى التحتية للمنازل. فاني أعلن هذه المنطقة منطقة منكوبة من كل شيء، خرجوا حفاة عراة، ونطلب الدعم من المنظمات الإنسانية، من حقوق الإنسان، من دولة رئيس الوزراء أنه يعوضون هذه المنازل وهذه العوائل. 1500 عائلة تقريبا، أكثر من 1200 بيت كلها آيلة للسقوط. الأهالي ما زالت الصدمة تسيطر عليهم، فحالهم يرثى له بعد أن خسروا الممتلكات بسيول الفيضان، وسط قناعة بأن الأوضاع ستبقى على ما هي عليه، ضاربين بذلك الأمثال بما حصل في نينوى. ما طالب كل شيء، كل عقلك انت شطر. المحافظة عمي الموصل منهجمت، الموصل منهجمت، ايش سوى له؟ قول لي تعال، قول لي انت ابو محطة فضائية ورحت وزرت، ايش سوى له؟ منهجمت بيوت عليها، بس احنا طلعنا الحمد لله سلامات، بس عوالي انهجمت بيوت عليها. من اللي ساعدنا؟ اذا ما الله سبحانه وتعالى اللي ساعدنا، والمنظمات الدولية ولا العراق شي ساعدنا؟ راح فرصة للسرقة راح نصرح. ووفق ما وثقته الكاميرا من دمار لهذه القرية الصغيرة، يتعين على الجهات ذات العلاقة اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لتفادي وقوع الكارثة مرة أخرى وحماية الأهالي من الضرر. للشرقية نيوز، عبد السميع الزاوي، الشرقاط. إذن عودة للسيد وليد الشريفي قائم مقام الفاو. أهلا بك سيد وليد، آمل بأنك تسمعني الآن. سيد وليد،
يبدو أن الاتصال تعذر مرة أخرى. عموما خلفت الأمطار في ذي قار أضرارا مادية كبيرة في ناحية النصر التي ضربت صاعقة رعدية فيها نقطة عسكرية أصابت 7 منهم بجروح، وتزايدت المخاوف في المناطق النائية من انهيار المزيد من الدور الطينية وغرق أحياء قديمة بمياه الأمطار لتقادم شبكات التصريف وعجزها عن احتواء الكميات المتوسطة. المزيد في تقرير غزوان الغزي. عاصفة رعدية ضربت ناحية النصر شمال الناصرية مركز محافظة ذي قار مخلفة خسائر مادية كبيرة، حيث اقتلعت السيطرة الأمنية الرئيسية بالإضافة إلى أعمدة الكهرباء وبعض أسيجة المنازل وأبوابها. حدود الساعة 8:30 مساء ضرب مدينة النصر إعصار هائل تسبب بالكثير من الأضرار البشرية والمادية. الأضرار البشرية جرح 7 منتسبين للشرطة وللسيطرة الرئيسية، وتضررت كثير من المباني الحكومية كالسيطرة الرئيسية في الناحية والجملونات التجهيزات الزراعية، وبحدود 3 مدارس تضررت أبنيتها وكذلك الدور السكنية للمواطنين وآلياتهم وسياراتهم. وأصيب 7 من عناصر الشرطة المتواجدين في السيطرة إبان هبوب العاصفة التي تعد الأولى من نوعها بالنسبة لمحافظة ذي قار، فيما لم تسجل المدينة أي خسائر بشرية بأرواح المدنيين. شوف الناس تضررت، لا ستارات لا بيتونات لا فشي، هاي بالأموال كلها راحت، ما ظل عندنا شيء، سبالتنا تدمرت، أي شيء ما هسه ردنا مسؤول طلع لنا ماكو. البارحة طاحت عندنا هاي ستارة مال البيت، أجي أشوفها طاحت عندنا سيارة هنا والله فلشتها البارحة، هذا الباب مال الجيران انقلع، هاي تانكيات سبوات كلها طاحت. ورافق هبوب العاصفة انقطاعا للتيار الكهربائي نتيجة تضرر شبكة الكهرباء، فيما لا زال الخوف يخيم على سكان البيوت القديمة خوفا من سقوطها عليهم. من ناحية النصر غزوان الغزي، الشرقية نيوز. عقدة الداخلية والدفاع تؤخر إعلان موعد جلسة استكمال كابينة عبد المهدي الوزارية. سائرون يكثف اتصالات الساعة الأخيرة، والفتح يفتح الباب أمام خيار الأغلبية. وينضم إلينا الآن السيد ليث العذاري القيادي في تحالف الفتح. أهلا بك سيد ليث في حصاد الليلة، ونبدأ معك من استكمال الكابينة الوزارية للسيد عادل عبد المهدي. أين وصل الأمر خاصة مع الحديث عن إصرار بعض الكتل السياسية، وسنفصل في ذلك لاحقا في هذا الحوار، إصرار بعض الكتل السياسية على بعض المرشحين وكل هذا الشد والجذب؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أولا أحييكم وأحيي جميع المشاهدين. في الحقيقة التحدي أمام السيد عادل عبد المهدي هو استكمال الكابينة الوزارية من أجل العمل والتقدم من إنجاز برنامج الحكومي الذي من واجبه أن يقدمه إلى الشعب العراقي، خصوصا بعد أن أوصت المرجعية بتقديم الخدمات إلى الشعب في أسرع فترة ممكنة. وكلما تأخر الوقت في إعلان أو استكمال الكابينة الوزارية كلما كان هذا إضعاف لرئاسة الوزراء وللسيد عادل عبد المهدي. إذن أعتقد السيد عادل عبد المهدي بعد المفاوضات الأخيرة اقترب كثيرا من حسم 6 من الوزارات، وبقيت وزارتي الدفاع والداخلية، وأيضا تقريبا حسمت إحداها، ولعله اليوم أو يعني خلينا نقول بعد غد يوم الثلاثاء سوف تكون هناك جلسة مجلس النواب لكي يتم التصويت على الكابينة، على استكمال الكابينة الوزارية برمتها. طيب سيد ليث، يعني تقول بأن إحداها حسمت، أي منها تقصد؟ إذا كانت الداخلية هل تقصد الداخلية؟ لا عفوا، أنا عندما أقول إحداها يعني هناك استكمال لسبع وزارات والتفاوضات ماضية، يعني من الطبيعي أن يكون هناك حوار وترشيحات وآراء من قبل الأطراف التي دعمت السيد عادل عبد المهدي للوصول إلى استكمال كابينة الوزارية.
نعم سيد ليث، يعني لكن حديثك عن وجود حوار يتناقض مع الحديث عن وجود تعنت وإصرار بعض الكتل السياسية على مرشحين، يعني بين هذا وذلك من نصدق؟ نصدق بأن الكابينة الوزارية لم تكتمل إلى الآن بعد مضي كل هذا الوقت، أم نصدق أنه يوجد حوار حقيقي مع الكتل السياسية؟ أنا أقول أن نصدق السيد عادل عبد المهدي عندما يأتي إلى البرلمان مع كابينة الوزارية، عند ذلك سوف نميز بين الخيط الأبيض من الخيط الأسود. لا أعتقد هناك تعنت بقدر ما هناك تفاوض أو آراء، لا بأس هناك اختلاف بين الطرفين. الكل يعلم أن التجارب السياسية السابقة كانت فيها هناك عدة أطراف متنازعة، أو خلينا نقول متنافسة بدل التنازع أفضل. خلينا نحاول أن نأطر الأمور بالأطر الدبلوماسية أو السياسية، نقول أنهم متنافسة، وبالتالي هذا يعني شيء مشروع أن يكون هناك تنافس في السياسة. لكن الكلمة الأخيرة والقرار الأخير والترشيح الأخير هو لرئيس الوزراء سيد عادل عبد المهدي. لا أعتقد أن هناك يعني معرقلات كبيرة، مجرد تفاهمات من الممكن أن تسير بمركب الكابينة الوزارية إلى بر الأمان وتمضي الأمور. لكن هذا كله يعتبر هو من الأمور النفسية الضاغطة وتسابق الزمن على الرئيس الوزراء في تحديد هذه الكابينة. أعتقد الأمور ماضية والأمور إيجابية إن شاء الله. ولكن سيد ليث، يعني البعض يرى بأن الكتل السياسية تمارس ضغطا على السيد عادل عبد المهدي في اختيار الكابينة الوزارية. باعتقادك هل سيتوقف هذا الضغط عند اختيار الكابينة، أم أنه سيستمر حتى بعد استكمال الكابينة من أجل عرقلة عمل كابينة السيد عادل عبد المهدي برمتها؟ يعني إذا أنتم أسميتموه ضغطا، أنا أقول أنه دفعا. يعني هناك الكتل عندما تقدم مرشحها هي تدفع بمرشحها، لا نقول تضغط على السيد عادل عبد المهدي، لأن السيد عادل عبد المهدي عندما جاء إلى الجلسة الأولى كان حاضرا بمرشحين كاملين لكابينة الوزارية، وبالتالي هو اليوم يرى الأصلح والأفضل في استبدال أو تغيير أو البقاء على المرشحين الذين قدمهم. نعتقد أن السيد عادل عبد المهدي الجهات أو التحالفات التي منحته الثقة لابد أن تستمر في إسناده ودعمه في إعطاء هذه الثقة إلى الأخير. وأما اليوم أنه هناك سباق لدعم مرشح على مرشح آخر، أو هناك فيتو أو ضد من مرشح آخر، لا أعتقد أنه هذا جدا مهم. بقدر ما يهمنا اليوم أنه سيد عادل عبد المهدي يستكمل كابينة الوزارية ويؤدي برنامج الحكومي من أجل تقديم الخدمات إلى المواطن العراقي. وأعتقد أيضا على الكتل أنه لا تفوت الفرصة على نفسها، لأنه سيد عادل عبد المهدي هو الورقة الرابحة للطرفين، يعني المتنافسين في الساحة السياسية هم كتلة تحالفي البناء وتحالفي الإصلاح، ولا من المعقول أنه يسعون إلى تضعيفه، لأنه هو بالنتيجة تضعيف سيد عادل عبد المهدي وتضعيف للعملية السياسية برمتها وهم جزء منها بالتأكيد. نعم، لكن سيد ليث، هناك من يرى بأن الكتل السياسية لا تستخدم هذه الورقة الرابحة، بل تسعى إلى الكسب أكثر وأكثر من تشكيل الكابينة الوزارية. والبعض يختلف معك فيما تقول بأنه موضوع التجاذبات يعني والحوار ومن يريد ماذا يعني غير مهم، المهم اكتمال تشكيل الكابينة الوزارية، ويذهب إلى القول بأنه إذا اكتملت الكابينة الوزارية بما يخالف إرادة بعض الكتل السياسية، ستقوم هذه الكتل السياسية بحرق هذا الكرت الرابح والسعي إلى تفشيل الحكومة على المدى القريب جدا بعد تشكيلها، وهم يعني يستطيعون بالنهاية. يعني مع حسن الظن أعتقد أنه من غير الممكن أن نقول أنه هناك من يتبع سياسة أن يحرق الأخضر واليابس من أجل مصالح الضيقة. لا أعتقد أن الشعب العراقي اليوم والكتل السياسية والأحزاب أخذت درسا
أن اليوم الجماهير والشعب العراقي لن يسامحهم إذا ما وصلت الأمور إلى هكذا منحى. نعم سيد ليث، يعني اسمح لي أن أقاطعك الآن، يعني حرق الأخضر واليابس ماذا بقي؟ العراق غرق، والجارة إيران، يعني هناك زلزال، والحديث عن البنى التحتية المهترئة وغير الجديرة يعني بمقابلة أي كارثة طبيعية لا سمح الله، بطالة، فقر، يعني كثيرة، مصائب كثيرة، فيعني هل بقي أخضر أصلا ليحرق؟ يعني هل يتحمل العراق إلى الآن 7 وزارات إلى الآن لم يتم الحسم فيها، نصف كابينة، رئيس وزراء معطل، كل هذا يعني هذا بعيد عن سياسة حرق الأخضر واليابس؟ نتحدث بصراحة. نعم نتحدث بصراحة، لكن سمعتك تقولين إيران، ما يعني ما علاقة إيران؟ أنا أتحدث هناك زلزال في إيران، وحديث إنه هناك زلازل أو هزات ارتدادية وبنى تحتية غير مستعدة لاستقبال مثل هذا لا سمح الله. كل هذا أمر من الله سبحانه وتعالى أكيد، لكن بالنهاية يعني هناك سيول جارفة وبسبب بنى تحتية مهترئة حصدت الكثير من الأرواح. نعم تماما تماما، في الحقيقة هناك تهالك في البنى التحتية، يعني منذ الاحتلال الأمريكي ودخوله إلى العراق في عام 2003، وهو السبب الأول يعني في ما يحدث وما سوف يحدث، لأنه هذا كله نتيجة وآثار وتبعات الاحتلال الأمريكي للعراق، الذين وعدوا العراق أن يجعلوه أفضل الدول و وعدوا العراق بوعود كبيرة، لكنهم واضحين في يعني هم أرادوا فقط الاستغلال الموارد الشعب العراقي واستغلال نفطه بعيدا عن هذا. لكن هناك فشل سياسي أيضا من الأحزاب والإقطاعيات السياسية التي حكمت العراق طيلة الفترة 15 عاما، ما الذي قدمته للعراق، ما الذي صنعته للشباب العراقي والشعب العراقي؟ لا توجد خدمات حقيقية بمستوى ما يمتلك العراق من موارد، من إمكانيات مادية وبشرية. العراق له إمكانيات، لعله هناك دول أصلا لا تمتلك موارد كاليابان استطاعت أن تصل في مصاف الدول العالمية، فما بالك بالعراق الذي يمتلك إمكانيات نفطية واقتصادية وزراعية وسياحية إلى ما ذلك. اليوم نقول المعالجات، يعني يجب أن نقول أنه هذه الانتخابات وهذا الوعي الذي أصبح لدى الشعب العراقي في إدراك ما يقوم به السياسيون وما أنتجته التجربة السياسية من منتجات فاشلة نتيجة تكالب الإقطاعيات السياسية على خيرات العراق بدعم من الاحتلال وضغوطات إقليمية إلى ما آخره، القضية شائكة، لكن نقول هذا الوعي من الممكن أن يقود طريق الألف ميل بخطوة، يبدأ بخطوة. هذه الخطوة اليوم نرى هناك جيلا جديدا من النواب بمستوى من الإدراك والوعي وعلى تواصل مباشر مع المجتمع العراقي، هذا أولا. إذا نجحت كابينة السيد عادل عبد المهدي في مد جسور الثقة بينها وبين المواطنين، أعتقد هذا سوف يكون بذرة خير لمقدمة لنماء وعطاء بمستوى أكبر، يعني فيما يمكن أنه في توالي الأيام. لكن الواجب اليوم أن نركز، يعني كمصلحة سياسية كتل السياسية والتحالفات أن تركز كيف اليوم تدعم السيد عادل عبد المهدي من أجل المضي بكابينة وزارية تؤدي برنامج حكومي يصل بالنتيجة إلى خدمة للمواطن العراقي في ظرف زمن قياسي لعله لا يتجاوز السنة، لأن الشعب العراقي عانى الويلات كما أشرتي، والنكبات والإرهاب والبنى التحتية المتهالكة والفيضانات وما إلى ذلك، لا توجد خطة، البعض يحول التهديد مثل الفيضان إلى فرصة من أجل الاستفادة منها في موسم الصيف، والكل يعلم ماذا يعانيه العراق من أزمة مياه في العام الماضي. هذه المفروض كان هناك تخطيط استراتيجي، هناك ماستر بلان، خطة خمسية من الممكن أن يعمل عليها العراق. للأسف العراق منذ عام 2003 إلى عام 2018 لم نرى عملية سياسية أنتجت لنا خدمات حقيقية للمواطن العراقي، وإنما بيّنت أن هناك عملية ديمقراطية هشة لا يمكن الاعتماد عليها. أما اليوم
نحن نقول أنه طوق النجاة الأخير الذي سوف يقوده السيد عادل عبد المهدي من الممكن أن ينتشل العراق وأن يوازن الأمور سواء على المستوى المحلي الإقليمي الدولي إلى ما ضاق. صحيح، وهذا يتطلب أيضا وقفة من جميع الكتل السياسية. السيد ليث العذاري القيادي في تحالف الفتح، شكرا جزيلا لك. أي مرشح أو جهة تشوبها وتحوم حولها الشبهات تقدم مرشح أو تتوفر قرائن وإن لم تصل إلى مستوى الدليل لخطورة مثل هذه الحقائق لو أنها كانت واقعة، فيفترض أن يرفض هذا الترشيح ولا يصوت له ولا يمنح الثقة. مجرد وجود احتمالات أو شبهات هو يكفي لي أن أتبنى موقف رافض ولا أسمح بتمريرها أو بمنح الثقة لمن يرشح من خلال هذه الآليات المريبة والمشبوهة. الحصاد مستمر من الشرقية نيوز. مركزها إيلام الإيرانية، سلسلة هزات أرضية تضرب بغداد ومحافظات عراقية أخرى، ولا معلومات عن وقوع خسائر بشرية. ضربت سلسلة هزات أرضية بغداد ومعظم المحافظات العراقية مركزها الحدود مع إيران، وأفاد المركز الأمريكي للزلازل بتعرض منطقة إيلام الإيرانية لهزة أرضية بقوة 6 درجات و3.4 درجة على مقياس ريختر. تبعتها سلسلة هزات ارتدادية امتدت من إقليم كردستان ومحافظة ديالى صوب مدن عراقية أخرى. إلى ذلك قال الرصد الزلزالي في الهيئة العامة للأنواء الجوية إن مركز الهزة الأرضية في إيران على عمق 10 كيلومترات ويبعد 30 كيلومترا عن قضاء خانقين التابع لمحافظة ديالى. وشعر المواطنون في العاصمة بغداد وكربلاء والأنبار وكركوك وأربيل وذيقار والديوانية وبابل وواسط والسليمانية والنجف وميسان وصلاح الدين ومحافظات عراقية أخرى بقوة الهزة الأرضية دون أن ترد أنباء عن حصول أضرار. من جانبه أعلن الدفاع المدني في العراق عن عدم ورود أي أخبار بوجود خسائر بشرية أو انهيار مباني بعد الهزات الأرضية التي ضربت مناطق متفرقة من العراق. هذا وأصدرت مديرية الدفاع المدني العراقي توجيهات عدة بعد سلسلة هزات أرضية ضربت مدنا عراقية، وأجملت المديرية في بيان الإرشادات الواجب اتخاذها للوقاية من مخاطر الهزات الأرضية، وهي إخلاء المنازل والأبنية السكنية فورا، والابتعاد عن النوافذ الزجاجية لمسافة آمنة، وعدم الصعود على أسطح المنازل والمباني، والابتعاد عن الطرامي والمسقفات المختلفة ولوحات الإعلان المعلقة، والابتعاد عن الأعمدة والأسلاك الكهربائية والأشجار الكبيرة. في حال حصول انهيارات لا سمح الله يجب الابتعاد قدر المستطاع عنها تجنبا لحصول انهيارات تسلسلية، ويجب إيقاف العجلات والترجل منها وعدم الفزع والخوف، ويجب التزام الهدوء وعدم الارتباك والتصرف بشكل صحيح، والاتصال على سيطرة الدفاع المدني على الرقم المجاني 115 على كافة الشبكات في حال حصول طارئ. وتنضم معنا الآن سيدة هدى عباس حميد مديرة هيئة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي. سيدة هدى مرحبا بك في الحصاد. هذه الهزات الأرضية التي دائما ما تقع على الحدود بين العراق وإيران، يعني وتشعر بها معظم المحافظات العراقية، غالبا ما تكون هناك تحذيرات من وجود هزات ارتدادية. ما هي الاحتمالية التي من خلالها تقدرون إمكانية حدوث هزات ارتدادية في العراق بسبب هذه الهزة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هدى عباس حميد مديرة الرصد الزلزالي للهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي. سجلت مراصدنا الزلزالية مساء هذا اليوم 25/11 حدوث هزة أرضية بحدود الساعة 7:37 و35 ثانية بمقدار 6.3 درجة على مقياس الاختار.
نعم سيدة هدى، يعني هذه الهزة الأرضية هل تعتبر هزة يعني عالية أو خطيرة، وهل يتبعها هزات أخرى بنفس الدرجة أو أقل؟ هذه تعتبر من هذه الهزة هي هزة رئيسية، طبعا تبعتها هزات ارتدادية أخرى. لحد هذه اللحظة سجلت مراصدنا الزلزالية حدوث أكثر من 15 هزة ارتدادية بمقادير من 3 إلى 5 درجة على مقياس ريختر، ومستمرة الهزات الارتدادية. طيب سيدة هدى، هذه الهزات الارتدادية هل بالعادة تكون أخف من الهزة الرئيسة أم تكون أعلى؟ كيف تقدرون الهزات الارتدادية؟ طبعا الهزات الارتدادية تكون أخف قوة من الهزة الرئيسية، لكن تكون في بعض الأحيان تكون أخطر من الهزة الرئيسية، وذلك بسبب خاصة تكون على الأبنية القديمة وذات البناء الرديء، لأن بالهزة الرئيسية يكون تصدع في هذه الأبنية، في حين بالهزة الارتدادية تكون هذه الأبنية آيلة للسقوط. نعم. نعم، وابقي معنا سيدة هدى. ينضم إلينا أيضا خبير بالرصد الزلزالي السيد ناهض ظاهر معروف. أهلا بك سيد ناهض. في حصاد الليلة يعني هذه الهزات الارتدادية التي ضربت العراق على إثر الهزة الكبيرة التي ضربت إيران، هل المنطقة ما زالت تحت التهديد، وكيف يجب التعامل مع الأمر خاصة وأن الزلازل صعب التنبؤ بها؟ نعم، السلام عليكم أولا. الحقيقة الهزات الأرضية تتكرر في نفس المكان من تقريبا من شهر الثالث 2017، سنة من الآن. تكرارها دائما يحصل بقيم 6 إلى 7 على مقياس ريختر في منطقة البؤرة، في منطقة البؤرة. دائما الخريطة اللي تنشرها اليو اس جي اس دائما في كل الحالات السابقة تشير إلى أنه، وهذا المتوقع، إلى أنه معظم الأراضي العراقية تتأثر تأثر قليل غير مدمر. الحقيقة الهزات التاريخية في المنطقة على طول الوقت، تسجيلات الهزات التاريخية معظمها أقل من 6، معظمها أقل من 6، وبالتالي لا داعي ولا مبرر للخوف إطلاقا. ربما المنطقة اللي ممكن أن تكون تحت التهديد، ولو التهديد مالتها بسيط وليس كبير، اللي هي منطقة دربنديخان وربما أطراف مدينة سليمانية، باعتبار أنه الهزات الأرضية دائما تحصل في مناطق ما بين عيلام إلى سربي الذهاب، اللي هي قريبة من هالمناطق هذه، مندلي بدرجة أقل، خانقين بدرجة أقل، باقي الأراضي العراقية لا يتوقع أي شيء، حتى في منطقة سليمانية وفي منطقة دربنديخان ومندلي إلا ممكن أنه يحصل شيء، تتأثر البيوت القديمة اللي هي أصلا يعني ضعيفة البناء، أما الباقي الأبنية وخصوصا إحنا أبنيتنا بالعراق كلها بصورة عامة أبنية مسلحة فما عليها كل شيء، وبالتالي ما أتوقع أنه يصير أضرار. طيب، في هذه المناطق. طيب سيد ناهض، يعني الهزات الارتدادية هل هناك فترة معينة يمكن القول بعدها أنه لن تحدث هزات ارتدادية وفق خبراء الأرصاد الزلزالي؟ هل هناك فترة محددة بعدها يمكن القول بأنه لن تحدث هزات ارتدادية؟ الحقيقة هو عادة الهزات الارتدادية تحصل مباشرة، تحصل مباشرة، إنما هذا مو قانون. الحقيقة ممكن أن تستمر الهزات الارتدادية يومين 3 10، إنما تكون هو بصورة عامة الهزة الرئيسية من تنتهي الهزات الارتدادية تصير أضعف من حدها بكثير، وتزداد ضعفا كل ما تبتعد الفترة الزمنية. لكن بما أنه هذه منطقة تصدع تتكرر عليها الحركة،
فربما تحصل حركة أخرى في منطقة قريبة، ليس على نفس المكان تحديدا إنما على نفس الصدع في منطقة أخرى ممكن تصير حركة، وهذه هزة رئيسية مو هزة ارتدادية. الهزات الارتدادية نعم ممكن تصير منا إلى أسبوع ربما تحصل هزات ارتدادية لكنها ضعيفة، ما تجي هزة أرضية بمستوى اللي صارت. نعم السيد ناهض الظاهر معروف الخبير في الرصد الزلزالي، شكرا جزيلا لك. نعم نعود إلى السيدة هدى عباس حميد. سيدة هدى، يعني هذه الحركة للطبقات التكتونية أو هذه الهزات التي شهدها العراق وشهدتها هذه المنطقة، هل تؤشر إلى احتمالية، يعني أدري أن التنبؤ يعني مستحيل، لكن هل تؤشر إلى نشاط في هذه المنطقة؟ هذا النشاط يعني هو معتاد، نشاط غير معتاد، تغير في هذا النشاط؟ بالنسبة للنشاط الزلزالي بل معتاد في هذه المناطق، هذه المناطق تعتبر المناطق الحدودية لإيران، المناطق الشمالية والشمالية الشرقية المحاذية للحدود العراقية الإيرانية، هذه المناطق تعتبر من ضمن الخط الزلزالي بل نشطة زلزاليا، وتحدث بها يعني نشاط زلزالي وخاصة في مناطق تصدع، مناطق الضعف، مناطق الفوالق، فصير إجهادات على القشرة الأرضية وتحدث هذه الهزات. نعم. في تلك المناطق. نعم السيدة هدى عباس حميد مديرة هيئة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، شكرا لك. واضح أن الخلل في الوضع الأمني في محافظة نينوى هو وجود وتعدد القيادات الأمنية. اليوم رئاسة أركان الجيش والعمليات المشتركة تدرس عملية أن تكون هناك قيادة عليا لهذه القوات الأمنية، حتى يعني عندما يكون خلل فيتم محاسبة المسؤول العسكري الأعلى. الحصاد مستمر من الشرقية نيوز. أعلن لسماحة السيد مقتدى الصدر في العمل سويا على إزاحة تلك الوجوه الفاسدة التي لم تجلب لمناطقنا سوى الشر والبؤس وسوء في الخدمات وانعدام في الخدمات. تأييد من عشائر الأنبار لدعوات الصدر في ضرب المتاجرين باسم المكون، هؤلاء غدة سرطانية يجب استئصالها مثلما استأصلنا داعش. دعا المشروع الوطني العراقي الذي يتزعمه جمال الضاري إلى عقد مؤتمر وطني شامل تحضره القوى السياسية وقوى المجتمع المدني، تكون مهمته إنتاج عقد اجتماعي جديد وتحديد مسار الدولة ورسم الطريق الذي ينبغي على العراق سلوكه في المستقبل. وقال الضاري في بيان إنه بات من غير المقبول السماح بمزيد من الخسائر والأخطاء، كما أن المسار السياسي الحالي لم يعد مهيئا لإدارة البلاد بعدما وصل إلى مرحلة اختناق وتوليد للأزمات، وأضاف أنه من دون تعاون وتفاهم النخب السياسية لا يمكن الوصول إلى حلول جذرية للمشكلات، محذرا من أن عدم إبعاد المحسوبية والحزبية التي تهيمن على الأداء الحكومي منذ عام 2003 سيعيد العراق إلى مرحلة الفشل الحكومي. شبه شيوخ عشائر من محافظة الأنبار بعض السياسيين الفاسدين الذين يتاجرون بالمناصب الوزارية باسم المكون، شبهوهم بالغدة السرطانية التي يجب استئصالها مثلما استؤصل داعش من هذه المناطق الغربية. وأشاد الشيخ باسم فصال القعود أحد شيوخ عشائر الأنبار بتغريدة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر التي وجهها لمعتدلي أبناء السنة، مؤكدا أن هؤلاء السياسيين الفاسدين جلبوا الدمار إلى مناطقهم في السابق ويتاجرون اليوم باسم المكون للحصول على المناصب. ردنا على تغريدة السيد مقتدى الصدر الأخيرة، نعلن لكم ولأبناء شعبنا العراقي
الممتحن بمجابهة الفاسدين من سياسية الصدفة الذين يدعون تمثيلهم المكون السني والمكون السني منهم براء. كما أننا نعاهد شعبنا في المناطق الغربية على إزالة تلك الغدة السرطانية التي لم تجلب لمناطقهم سوى الشر والخراب والدمار. إن مناطقنا الغربية عانت من طرفين، الطرف الأول العصابات الإرهابية من قاعدة وداعش الإرهابي، والطرف الثاني المتاجرين السياسيين الذين يدعون تمثيلهم المكون السني والمكون السني منهم براء. كما أننا نعلن لسماحة السيد مقتدى الصدر في العمل سويا على إزاحة تلك الوجوه الفاسدة التي لم تجلب لمناطقنا سوى الشر والبؤس وسوء في الخدمات وانعدام في الخدمات. ينضم معنا الآن سيد إبراهيم الصميدعي الباحث في الشأن السياسي. سيد إبراهيم مرحبا بك. يعني هناك حديث عن إقطاعيات وتحكم للأحزاب وللعوائل بأمور السياسة وبأعمال الحكومة، وهو ما يؤثر بالتأكيد سلبا على أداء الحكومات. كيف تعلق على كل هذه الفوضى كما يقول البعض؟ تحية طيبة. هو بالتأكيد شوف، يعني أنا ما أعتقد أكو نظام بالعالم يخرج من شمولية تاريخية، يعني قطعا لا توجد ديمقراطية في النظم العربية منذ وجود الإنسان بالتأكيد، يعني إلى ديمقراطية بالظروف التي مرت فيها التجربة العراقية بعد عام 2003، ويمكن أن تتحدث عن مثالية سياسية، بدليل أن الدولة العراقية بالرغم من أنها تلقت خلال السنوات 16 هسه يمكن عبرنا حتى الماضية منذ عام 2003، حصلت على الوفرة المالية الأكبر في تاريخ الدولة العراقية، الدعم الدولي الأكبر في تاريخ الدولة العراقية، وتقريبا حتى الفرصة التاريخية الأكبر في تاريخ الدولة العراقية. ولكن بالنتيجة اليوم الدولة العراقية أنقاض دولة، هامش دولة تترنح في مشاكل كبيرة جدا، وللأسف لحد هذه اللحظة لا بين قوسين لا أجد أي إدراك للنخبة السياسية لجدية معالجة الوضع السياسي بدرجة أولى، ومن ثم معالجة الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في الدولة. لا توجد فرصة بالنسبة لي، أنا أصل إلى مرحلة عالية جدا من التشاؤم. يمكن أنطي مثل واحد حتى واحد يقول لي ليش. اليوم إحنا شفنا شوية صعدت أسعار النفط في السنتين الأخيرتين في حكومة الدكتور عادل عبد المهدي، لزمت إيدها الدولة، مسكت يديها، حققت وفرة مالية بسيطة، عادت يمكن حساب البنك المركزي، ثارت كل الطبقة السياسية في العراق للمطالبة بزيادة الانفاق واتهام الحكومة على اعتبار أن لا داعي للتقشف. كل مطلع يعرف أن أسعار النفط لا يمكن أن تستمر وفق المعطيات الدولية والإقليمية بالارتفاع. اليوم بدينا في مؤشر خطير في انخفاض أسعار النفط، وإحنا حاطين موازناتنا على أرقام عالية جدا وأيضا على توقعات عالية جدا في أسعار النفط دون قراءة للواقع الإقليمي والدولي، وإحنا راح نبدي نرجع نواجه أزمة مالية مرة ثانية. أوكي، خلنا نعتبر أن هناك ظروف سياسية مرحلية لربما أدت إلى ذلك. اليوم كل الكرة الأرضية، كل العالم، وخلي يسمع للمواطن العراقي، يتكلم عن ما يأتي، أن النفط سيكون سلعة رخيصة القيمة جدا خلال 10 سنوات وأقل من 10 سنوات. 68% من الاستهلاك النفطي في العالم يذهب إلى وقود السيارات. خلال 5 سنوات أكثر من 68% من السيارات ستتحول إلى سيارات كهربائية. احسب لي بعد 5 أو 10 سنوات النفط ما راح ينباع ب$15، أنت راح تصير 50 مليون، راح تفقد 40% من قدرتك المائية. وين الاستعداد السياسي لمعالجة هذه المشاكل؟ الاستعداد السياسي سيد إبراهيم لا تزال. نعم سيد إبراهيم، يعني الاستعداد السياسي يتطلب أقل، على أقل تقدير، وجود حكومة، يعني على أقل تقدير حكومة مكتملة حتى ترسم السياسات وتستعد سياسيا وتستقر هذه الحكومة. يعني اليوم يعني بعيدا عن أحلام أن يكون العراق مستعدا سياسيا ل15 عاما إلى الأمام،
هل هو مستعد سياسيا للفيضان المقبل؟ هل هو مستعد سياسيا للانتخابات المقبلة؟ هل هو مستعد سياسيا لثمانية وزارات فارغة؟ ستعايا أنا أقول للدكتور عادل عبد المهدي يمكن صار له مستعد سياسيا على الأقل 50 سنة من تاريخه السياسي حتى يصير رئيس وزراء، وصار رئيس وزراء. ويعني لكي لا نحمل أكثر على الدكتور، الرجل في تاريخه السياسي قدم أطروحة متفوقة جدا على الموجود اليوم في الطبقة السياسية، وأصبح الدكتور رئيس وزراء، وضع شروطا، حصل على موافقات أولية على هذه الشروط، يمكن تأخر عنها. اليوم المشكلة أنه أنا ما أريد أحمل يعني أبكر في الانتقاد للدكتور عادل عبد المهدي، لأنني لا أزال كمواطن عراقي أعتقد أن من أفضل الفرص الموجودة لرئاسة الحكومة العراقية هو الدكتور عادل عبد المهدي. من أجي أبحث خيارات البدائل سأكون خيارات قد تكون في خاطري هي قد تكون أفضل من الدكتور عادل عبد المهدي، لكن أمام الانغلاق السياسي لا يمكن أن تحصل على فرصة. يبقى الدكتور عادل عبد المهدي من أفضل الفرص السياسية، لكن للأسف مرة أخرى الإقطاعيات السياسية، العوائل السياسية، الأحزاب السياسية، الفساد السياسي تنصلت مبكرا عن كل الوعود التي قطعتها للدكتور عادل عبد المهدي، تعال بشروطك اللي أنت فارضها، وبدأنا نلحظ التناهش التكالب السياسي على من يخرج من الباب يدخل من الشباك، هاي حصتك وهاي حصتي، هذا مرشحك وهذا مرشحي، هذا ابن اخوك وذاك ابن اختي. وبالنتيجة احنا في وضع اليوم كل العالم يمكن اذا التفت الى الوضع العراقي يرثى لحال الانسان العراقي، ووضع الدولة العراقية والقوى السياسية العراقية للأسف غالبا وليس في الإجماع لا تزال تبحث على المحاصصة، تبحث على المغانم، وتبحث على فرص العوائل في استثمار إمكانيات الدولة لخدمة أحزابها وقياداتها وعناصرها وليس لخدمة المواطن العراقي. لذلك أنا أشوف اليوم للأسف أنا يعني ألحظ غياب من 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 يمكن أنا أقول الدكتور عادل لا تزال تمتلك الفرصة لكي توجه الخطاب للشارع العراقي، قول لنا من هو اللي يبتزك، من هو اللي يريد يفرض أجندته عليك، ومن هو الذي يعوق مشروعك الحكومي مبكرا، وإلا فبالنتيجة يعني يجب أن تستعين بالشعب، بالقوة الكامنة، بالمرجعية، بالآخرين. إحنا نعرف ولكن سيد إبراهيم يعني السيد الصدر سمى الأسماء وتحدث عن هذا الموضوع بشكل واضح، وكانت هناك اتصالات مع قياديين في تحالف البناء وضح لهم من هي الأسماء المتسببة، من هي الأسماء التي تحاول بيع وشراء المناصب. وبالتالي هل السيد عادل عبد المهدي سيستخدم هذا الدعم من قبل السيد الصدر والسيد هادي العامري من أجل فضح هؤلاء، إبعادهم عن الكابينة الوزارية كي تكون يعني الحكومة المقبلة بأمان؟ أنا أشوف أن اتفاق العامري الصدر الذي بموجبه تم اختيار دكتور عادل عبد المهدي مرشح توافق لرئاسة الحكومة، هذا الاتفاق في خطر. لماذا في خطر؟ لأن مقتدى الصدر باعتباره طبعا سمي السيد عمار الحكيم رئيسا لتحالف الإصلاح، لكن أنا أعتبر أن قطب الرحى في تحالف الإصلاح هو السيد مقتدى الصدر. الإصلاح ومقتدى الصدر يبدون لحد هذه اللحظة ملتزمين باتفاق الجنتلمان الذي وقع ودشن بين العامري والصدر على إطلاق يد السيد عادل عبد المهدي في تشكيل الحكومة. السيد العامري يريد بالتأكيد كان جادا في أن لا أن يتنازل على الأقل عن حصة الفتح أو عن حصة بدر في الفتح وهي حصة كبيرة، لكن السيد العامري مثقل جدا بالتزامات عالية للحفاظ على الأغلبية الرقمية لتحالف البناء مقابل تحالف الإصلاح مقابل توزيع استحقاقات وزارية للملتحقين بهذا التحالف. وهنا أنا أهيب بالسيد العامري أيضا، والرجل يعني خلينا نقول رجل معروف أنه قدم تنازلات كبيرة في مسيرة المفاوضات والمسار السياسي عموما في العراق، مطالب منه الآن بشكل واضح أن يرجع إلى الاتفاق مع الصدر لإطلاق يد السيد العامري في تشكيل الحكومة، وإلا فإن الذهاب بنظرية أن أغلبية تتشكل لصالح تحالف البناء الذي يقوده السيد العامري مقابل أقلية عددية لتحالف الإصلاح أو لرؤية السيد الصدر أو للاتفاق مع السيد الصدر
الصدر أنا أعتقد سيعرض، أنا قلتها وأقولها، سينقل المشكلة إلى مرحلة الانفجار، وبالتالي نخسر فرصة وجود عادل عبد المهدي كرجل تسوية. طيب. وإذا خسرنا هذه الفرصة كرجل تسوية، اليوم كل السياسيين يقولون هذه حكومة الفرصة الأخيرة. طيب إذا تعرفون حكومة الفرصة الأخيرة ليش تخسرونها؟ بالتأكيد الذهاب إلى فراغ بخسران حكومة الفرصة الأخيرة سيعني الذهاب إلى نفق مجهول كبير. طيب سيد إبراهيم، يعني بما أنه التوافق يعني على شفا الهاوية وعلى شفا حفرة من أن ينهار بشكل أو بآخر، يعني هل من الممكن أن نكون أمام سيناريو الجلوس على سدة المعارضة وإيجاد معارضة حقيقية؟ يعني أنا أعتقد يمكن البارحة الخطاب الذي أدلاه السيد رئيس الوزراء السابق الدكتور حيدر العبادي كان ملمح معارضة. أنا أقول عن، إذا يسمح لي دكتور حيدر، أنا التقيت أعتقد دكتور حيدر يمكن قبل أسبوع أو أقل. الرجل للأمانة، إذا يسمح لي المجالس بالأمانات، أنا قلت دكتور حكومة بدون معارضة لن تكون حكومة قوية، وأنا أعتقد أن شخصية متسامحة مثل الدكتور عادل عبد المهدي قد يقبل بمعارضة تحقق له توازن سياسي في إنجاز مهمته في الحكومة. نصا أبلغني الدكتور حيدر العبادي قال لا نريد أن نتهم أننا معارضة أفشلنا عادل عبد المهدي أو حكومة عادل عبد المهدي لكي يقال أنهم طمعوا في السلطة. القوى السياسية هي في الغالب تدرك أن حتى المعارضة خيار صعب، لأنه من الممكن أن تفشل الحكومة لأي سبب، وقد يتحمل الطرف المعارض اللائمة أمام الشعب العراقي المتحفز وأمام الوضع العراقي الخطر. أنا أقول، لا أزال أقول، أنا أقترح أن يعني أفضل جبهة من الممكن أن تدعم مسار الدكتور عادل عبد المهدي هي جبهة معارضة، على الأقل ستساهم في تحديد مسار الحكومي أو تلجم اندفاع القوى السياسية الطامعة في الحصول على المغانم السياسية بالطريقة التقليدية وتحويلها إلى مكاسب سياسية إلى الأحزاب وإلى الأشخاص. لأنه إحنا بالنتيجة لا نعرف اليوم الحكومة يعني ليس لها، لا توجد كتلة أكبر، لا يوجد الغطاء الواضح للحكومة، لا نعرف من هي الكتلة التي تنتمي إليها الحكومة، وبالتالي يعني من نحاسب، أي ائتلاف حكومي ممكن أن نراه. الحكومة تشكلت بطريقة غريبة جدا، إذا تشكلت جبهة معارضة على الأقل ستضمن استجواب وملاحقة ومحاسبة الكابينة سواء بالاتفاق مع السيد رئيس الوزراء أو بدون الاتفاق. لكن من جانب آخر هناك من يصر على أن الاتفاق السياسي الذي كان بين السيد مقتدى الصدر والسيد العامري يجب أن ينفذ وأن يزهد الطرفين، لأنه هم حقيقة بالوضع العراقي. الكل يعرف أن من يستأثر في الحكومة وفي المناصب وفي الامتيازات هو الذي سيؤسس لوجود سياسي في أي انتخابات قادمة، ومن يخرج إلى المعارضة سينسى. نعم سيد إبراهيم، يعني باختصار ولو أننا يعني لا نحب استعمال هذه اللهجة في الحديث، لكن يعني تقييم بشكل سريع في ظل كل ما يحصل الآن لوضع المكون السني وخاصة المحافظات المنكوبة وتحركهم السياسي. هو أنا شوف في ستعي، أنا للأسف دائما ما أقول أنا محبط من الأداء السياسي السني. الأداء السياسي السني منذ عام 2003 حتى كان عندما كان يمتلك فرصا كبيرة في المشاركة بفعالية في القرار وفي إدارة الدولة ضيع هذه الفرص، واليوم يركض يحاول أن يحجز مكانا ومع من يعتقد أنه نافذ. طبعا أنا لا أتدخل في خياراتهم، لكن أنا المشكلة اللي صارت كنا نعرفها بعد الانتخابات أو في أثناء الانتخابات، بالكاد خرجت المحافظات السنية من سطوة داعش، كانت لا تزال أغلبها في الخيم في وضع غير مستقر، وجرت الانتخابات والكل يعرف إذا حدث تزوير في الانتخابات أو الجزء الأكبر من التزوير في الانتخابات فقد حدث في المناطق السنية، وبالتالي الطبقة السياسية السنية التي أتت
إلى هذه الكابينة، إلى هذه الحكومة، إلى هذا البرلمان، مع كل الاحترام للجميع، هي طبقة مشوبة بعيب التزوير. اللي اشتروا المقاعد لا تتصورون من عندهم أنه يجون يخدمون الناس. اللي دفعوا ملايين حتى يشترون المقاعد وحتى يخسرون فائزين ويفوزون خسرانين، أنا ما أتوقع منهم يجون يشيلون قضية ناس. هذا جاي بشكل واضح يريد وزارات ويريد يعوض خسارة ويريد يحصل مكاسب. لذلك أنا اليوم كمواطن عراقي بين قوسين ما أدري والله، يعني بثقة أقول أنا ما أدري عن سني لو شيعي، بس خليني أعتبر نفسي أنا هم سني وسني اليوم طائفي. أنا أهيب بسماحة السيد مقتدى الصدر على ممارسة الضغط على القوى السياسية السنية بكل الوسائل لكي تلتفت إلى واجباتها، لكي تكون أقرب إلى شارعها، لأن الذي يدفع ولا يزال الثمن الأكبر في العراق هم السنة للأسف. نعم. ولا أحد لحد الآن، يعني ما معقول يعني موازنة. نعم. الموصل المدمرة يعني ما وصلت إلى موازنة. هو الذي يدفع العراق، يعني الذي يدفع ثمن العراق بشكل عام والشعب العراقي. السيد إبراهيم الصميدعي، البحث في الشأن السياسي، شكرا جزيلا. هناك شخص رشح عام 2010 لإحدى المناصب الحكومية. هذا الشخص الذي رشح عام 2010 تم شموله بإجراءات المساءلة والعدالة بموجب هذا الكتاب. ذكرت في آخر الفقرة أنه طائفي وينتمي إلى حزب كذا ويأوي الإرهابيين. طبلوا لهذا الشخص، الآن رشح وهيئة المساواة العدالة لم تشمله بإجراءات المساواة العدالة رغم أنه مشمول عام 2010. الحصاد مستمر من الشرقية نيوز. السيول في العراق تحصد 21 قتيلا و180 مصابا، موجات نزوح من قرى صلاح الدين المنكوبة وشوارع ديالى الرئيسة مقطعة. وين خليجوني مقتولة؟ ما نقدر، جهال ما يقدرون يروحون، ما عنده سيارة. واني واني اشترينا جزامي، رجعنا القرن القديم على الأهوار. أمطار المحافظات تكشف عجز الشبكات، أحياء معزولة بالطين وأخرى تتعرض لصواعق وثالثة بانتظار جهد الحكومة المتأخر. تسببت السيول القادمة من إيران بقطع الطرق الرابطة بين مناطق وقرى ناحية قزانية ضمن قضاء بلدروز جنوب شرقي محافظة ديالى وصولا إلى محافظة واسط. ويطالب مجلس محافظة ديالى الحكومة المركزية بإنشاء سدود إضافية لخزن المياه بدل تحولها إلى كارثة على السكان المحليين. المزيد في تقرير مراسلنا ناهض الزيدي. العديد من الطرق الواصلة بين قرى ناحية قزانية ضمن قضاء بلدروز جنوب شرقي محافظة ديالى قطعت بسبب موجة سيول جارفة قادمة من إيران. وطالب مجلس المحافظة الحكومة المركزية باتخاذ تدابير احترازية لمنع وقوع أي كارثة في المناطق الحدودية وإنشاء سدود لضمان خزن المياه والاستفادة منها وعدم هدرها. طالبنا وزارة الموارد المائية بإنشاء سدود بديلة جديدة أخرى في مناطق مندلي والمناطق المحاذية للجانب الإيراني لإمكانية الاستفادة من المياه التي حقيقة تدفقت بغزارة على شكل سيول وذهبت المحافظات الجنوبية وحقيقة بدون سيطرة من قبل المحافظة. وحمل مواطنون الجهات المعنية في الحكومتين المركزية والمحلية الكوارث التي نتجت عن السيول الشهر الماضي في ناحيتي مندلي وقزانية وما سينتج عن السيول القادمة، داعين لإجلاء سكان المناطق الحدودية إلى مناطق آمنة. السيول كانت نتائجها كارثية على أهالي القرى، هناك دور تهدمت، هناك عوائل لم يعد لها مأوى، إن هناك تقصير كبير من الموارد المائية ومن جميع الجهات المعنية بهذا الموضوع كونها لم تكن مخططة للتعامل مع هذه السيول، لا توجد هناك أي خطة واضحة للاستفادة منها. واتخذ مجلس ديالى تدابير احترازية تمثلت بنقل آليات البلدية إلى المناطق الحدودية وتهيئة مواد إغاثية تحسبا لوقوع كارثة نتيجة السيول. للشرقية نيوز ناهض الزيدي، محافظة ديالى.
هذا وأعلن قائم مقام الموصل زهير الأعرج عن وصول أكثر من 5000 عائلة نزحت من قضاء الشرقاط إلى مناطق جنوبي الموصل جراء الفيضانات وسيول الأمطار الأخيرة. الأعرج قال إن بيوت أهل الموصل مفتوحة لاستقبال أهلهم، مبينا أن 3 مخيمات في نينوى تضررت خلال سيول الأمطار. نحن لدينا 3 مخيمات في ناحية القيارة واثنتين في ناحية الحمام تعرضوا إلى أمطار غزيرة وسيول جارفة. الوضع في الحمام مسيطر عليه، ولكن حقيقة حصلت لدينا مشاكل في مخيمات جدعة 1 و2 و3، وخاصة جدعة 3 حيث كان لحد مساء البارحة هناك انقطاع كامل للطريق للعبور إلى المخيم بسبب سرعة وكثرة السيول الجارفة في تلك المنطقة. تم تشكيل غرفة عمليات منذ أيام بأمر السيد المحافظ، شكلنا فريق عمل لطوارئ من كل الكادر الهندسي والدفاع المدني وحتى قيادة العمليات والشرطة. هذه الغرفة حقيقة استطاعت أن تنجز أعمال سريعة لتدارك ما حصل في المخيمات. لم تؤشر لدينا أي خسائر بشرية سوى صعق لطفل بالتيار الكهربائي في مخيم جدعة 1. حصل لدينا خسائر مادية لبعض المخيمات، بعض الخيم لمخيم جدعة 2 و3. تم توجيه 250 خيمة ليلا وصلت إلى تلك المنطقة. تم تزويد المخيمات صباح هذا اليوم بكمية كبيرة من مادة النفط الأبيض. هناك أنباء عن وصول أكثر من 5000 عائلة إلى جنوب الموصل، واليوم نحن في مركز المدينة أيضا هيئنا أماكن. أهل مدينة الموصل لطالما وجهوا كل كرمهم وعطائهم لأهل العراق، واليوم أهلنا في الشرقاط مروا في نكبة، دورنا مفتوحة، وجهنا كل دواوين العشائر وكل الجوامع وكل الأماكن التي ممكن تصلح لاستقبالهم. وللحديث أكثر حول موضوع الفيضانات التي ضربت قضاء الشرقاط وخلفت موجات نزوح ينضم معنا مراسلنا عثمان الشلش. عثمان مرحبا بك، حدثنا عن موجات النزوح التي خرجت من قضاء الشرقاط عقب الفيضانات، هل تم تأمين المأوى لهم؟ هل تم إجلاء جميع العوائل؟ حدثنا أكثر عن هذا الموضوع. نعم، يعني تعرف ان موجات السيول ويعني الفيضانات التي ضربت محافظة صلاح الدين قضاء الشرقاط بالتحديد تسببت بنزوح الكثير من العائلات، العائلات خرجت بملابسها حتى لم يستطيعوا اخذ اي شيء معهم، البعض منهم خرج باتجاه محافظة نينوى باتجاه مدينة الموصل، واخرين اتجهوا باتجاه يعني مدينة تكريت مركز محافظة صلاح الدين. السلطات الحكومية ساعدتهم في عملية النقل، ساعدتهم في توفير المؤن يعني الأغذية والطعام السريع وأيضا البطانيات، هنالك مساعدات أيضا توجهت من مدينة أربيل باتجاه الشرقاط هذا اليوم. لكن المشكلة التي حدثت أن يعني موجة الفيضانات والسيول التي ظهرت اليوم في محافظة صلاح الدين أو منذ عدة أيام في صلاح الدين أظهرت كم المشاكل في يعني قطاع الخدمات بالمحافظة. يعني لم يكن يعني تأخر الوقت حتى أنجد الناس، 5 وفيات سقطوا جراء هذه الفيضانات. عملية الإنقاذ تمت ب يعني البلم كما يعرف أو بالزوارق، يعني الناس ببساطتهم ساعدوا بعضهم، ولكن الجهد الحكومي وصل متأخرا، المساعدات وصلت أيضا متأخرا للناس، خصوصا نحن في موسم بداية موسم الشتاء والجو بارد، هنالك أمطار كانت غزيرة، عملية النقل كانت بطيئة، عملية تقديم المساعدات كانت بطيئة. طبعا هنالك مشكلة أكبر بأنه المنطقة كانت تحتاج منذ فترة طويلة إلى سد، لم ينشأ هذا السد، لم تصرف له أموال لإنشاء هذا السد. نحن نعرف أن المناطق كانت خاضعة لسيطرة الجماعات الإرهابية، ولكن هذه المناطق تحررت، حتى بالنسبة للمناطق المحررة بالنسبة للأموال المصروفة لها هي لم تصل لمبالغ كبيرة. طبعا هنالك جهود محلية كما قلت، يعني مجلس محافظة صلاح الدين اعلن المناطق التي حدثت فيها فيضانات مناطق منكوبة. نعم عثمان، اذا سمحت، يعني هل هناك جهود لمعالجة المناطق المنكوبة ايضا، ليس فقط لمساعدة الذين نزحوا؟
نعم، يعني هنالك مطالبات من مجلس محافظة صلاح الدين بإنشاء سد في تلك المناطق، وأيضا يعني إعلان هذه المناطق مناطق منكوبة، ولكن حقيقة الأمر هنالك يجب أن يكون جهد دولة، جهد كبير، جهد اتحادي لمساعدة هذه المناطق لمنع تكرار مثل هذه الأمور. نحن نعرف بأن السيول لم تضرب فقط صلاح الدين، ضربت أيضا محافظة ديالى ومناطق أخرى من البلاد، لذلك يعني هنالك مشكلة مشتركة، لذلك من المفترض أن يكون هنالك جهد اتحادي لهذه الأمور. هنالك خلية طوارئ، خلية أزمة لا تعمل فقط على موضوع يعني إنقاذ الناس ومساعدتهم، وإنما جعل أمور بسيطة مثل السدود وغيرها يعني تمنع موضوع الفيضانات، موضوع السيول، الاستفادة أيضا من المياه. وذلك هو كان طلب مجلس محافظة صلاح الدين هذا اليوم عندما اجتمع من أجل يعني مناقشة قضية يعني الفيضانات التي حدثت في الشرقاط، ولكن بشكل عام لم يشهد الأهالي الموجودين هنالك جهود فعلية، سوى أنهم تمت يعني نقلهم، تم تقديم يعني البطانيات أو الطعام لهم السريع بشكل خاص، ولكن هم يحتاجون أيضا إلى تعويضات، يحتاجون فعليا إلى إعادة يعني الاستقرار إلى مناطقهم، ليس فقط بعد الفيضان وإنما حتى بعد عملية التحرير وطرد الجماعات الإرهابية. نحن نعرف أن المناطق هذه كانت خاضعة لسيطرة تنظيم داعش ولم تشهد بعد يعني بعد التحرير يعني فعلا عثمان نكبات متعددة لهذه المناطق. نعم، نكبات متتالية ومتعددة لهذه المناطق. عثمان أشلش مراسل الشرقية نيوز، شكرا جزيلا. المراسلون عيون. الحصاد مستمر من الشرقية نيوز. قادة 27 دولة أوروبية يصادقون على اتفاق بريكسيت بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. دعت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا مي أعضاء البرلمان البريطاني إلى دعم اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وقالت إن ذلك هو الاتفاق الوحيد الذي كان مطروحا على الطاولة. مي أكدت خلال مؤتمر صحفي بعد قمة قادة الاتحاد الأوروبي في بروكسل أنها ستسعى لإقناع أعضاء البرلمان بدعم الاتفاق، محذرة من أن رفض هذا الاتفاق يعني أن بريطانيا ستواجه المزيد من الغموض. لقد أوضحت أننا تفاوضنا على أفضل صفقة ممكنة، والصفقة موجودة وسنقدمها إلى التصويت. الناس صوتوا من أجل البريكسيت وأنا أؤمن هذه من واجب الساسة أن يؤمنوا هذا الخيار للشعب، هذا خيار الشعب. الناس يريدون أن يروا انتهاء الحدود المفتوحة للكل وأن لا يروا أموالهم تغادر إلى الاتحاد الأوروبي في كل عام، وهذا ما تقوم به الصفقة من أجلهم، تحمي أموالهم وتحمي حدودهم. لقد تحدثت عن إعادة السيطرة على أموالنا وحدودنا. أنا أؤمن أن هذا ما صوت بشأنه الناس من حيث مغادرة الاتحاد الأوروبي، ويجب أن نمنح ذلك للشعب لأنه يريد ذلك. وماذا سأقول للبرلمانيين؟ في كل المجلس العموم، إنه واجبنا أن نقوم بخروج بريطانيا، وهذه الصفقة تنجز ذلك، تنجز بطريقة تحمي بريطانيا وتحمي وظائفنا ووضعنا الحياتي ووضعنا الدستوري ونحمي أمننا. وكان قادة الاتحاد الأوروبي المكون من 27 دولة صادقوا على اتفاق خروج بريطانيا من التكتل الأوروبي، اتفاق الانسحاب الذي استمرت المفاوضات المضنية بشأنه بين لندن والمفوضية الأوروبية 17 شهرا، يفترض أن يخضع لاختبار المصادقة عليه في البرلمان الأوروبي وفي البرلمان البريطاني قبل أن يدخل حيز التنفيذ في 29 من آذار مارس من عام 2019. تفاصيل أوفى في سياق هذا التقرير. بعد جدل واسع في أروقة الاتحاد الأوروبي بشأن العلاقة مع المملكة المتحدة، صادق قادة الدول 27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على اتفاق بريكست، وكذلك على الإعلان الذي يحدد العلاقة مع بريطانيا في مرحلة ما بعد خروجها من الاتحاد. بيان ختامي على هامش قمة بروكسل جاء فيه موافقة المجلس الأوروبي على اتفاق انسحاب المملكة المتحدة وإيرلندا الشمالية من الاتحاد الأوروبي ومن الهيئة الأوروبية للطاقة النووية، مؤكد العمل على إرساء أقرب علاقة ممكنة مع لندن.
اتفاق غير مسبوق وتطور يحمل في طياته الكثير بنظر مراقبين، سيما وأن المفاوضات المضنية بشأنه بين لندن والمفوضية الأوروبية استمرت 17 شهرا. يفترض أن يخضع لاختبار المصادقة عليه في البرلمان الأوروبي وفي البرلمان البريطاني قبل أن يدخل حيز التنفيذ في 29 من آذار مارس 2019. ووفقا لهذا الاتفاق ستخرج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي العام المقبل. إعلان سياسي يصعب فهم تداعياته حول العلاقة المستقبلية بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي. رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر وصف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بالمأساة، لكنه حذر في الوقت ذاته من أن الاتحاد الأوروبي لن يغير موقفه الأساسي من الاتفاق. من إضعاف دور المملكة المتحدة في السياسة العالمية كأحد تداعيات خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي بريكست، وقالت إن بريطانيا ستتحول إلى مجرد مشاهد على الساحة الدولية. وقالت الصحيفة أيضا إن اللاعبين الدوليين الأكثر تأثيرا سيكونون هؤلاء الذين يمكنهم التحرك بمقاييس قارية كالصين والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والهند، وعندئذ سيثور السؤال حول مقدار الحرية التي يمكن أن تحظى بها دول أخرى في ظل هذه القوى العظمى. ورأت الصحيفة البريطانية أن المملكة المتحدة استثنت نفسها من إمكانية ممارسة درجة كبيرة من النفوذ وقلصت من قدرتها على فرض رؤيتها على المستوى الدولي. بهذا مشاهدينا نصل وإياكم إلى ختام هذا الحصاد، تقبلوا من الجميع التحية. إلى اللقاء. إلى اللقاء.